دكتورة جوسلين ساسين مباشرة عبر تطبيق زوم. صباح الخير. صباح النور، معكي. كيفك اليوم دكتورة ساسين؟ الحمد لله، نشكر الله. إن شاء الله. دكتورة ساسين، رح نحكي اليوم عن الأسبوع الماضي إذا بيتذكروا المشاهدين، حكينا كمان عن فيروس كمان عم نحس إنه في كتير ناس عم تصاب فيه. اليوم بهالفقرة رح نحكي عن متحور لأوميكرون، عنده تسميات متعددة مثل ما عم نشوفها، وما بعرف يعني إذا لازم نبلش ناخد احتياطاتنا، لأنه الانتشار كمان بلشتوا تحسوه كأطباء عم بي يزيد أكثر وأكثر. صحيح ماجي، هلا عم نشهد اكيد موجه جديده مع متحور جديد من سلاله اوميكرون، لحسن الحظ، اللي هي السلاله اللي ما بتاذي الريه بشكل مباشر، ولكن اكيد بتعمل عوارض، بتختلف شوي من شخص الى اخر، او بتختلف شوي من اوميكرون لاوميكرون. فهلا الصعوبه وين؟ انه عندنا موجه من عده فيروسز، عندنا موجه الكوفيد، عنا موجة الإنفلونزا، عنا موجة الار اس في، والعوارض كتير بيشبهوا بعضهم، يعني هون صعوبة الموضوع على المريض وعلى أكيد الجهاز الطبي. نعم، قلت إنه العوارض دكتورة ساسين بيشبهوا بعضهم، وقلت الحمد لله يعني لحسن الحظ إنه هو المتحور من سلالة أوميكرون، لأنه ما كتير بيأثر على الرئة. شو معقول تكون عوارضه، وهل هو إذا ما تشخص صح لأنه عنده عوارض مشتركة مع كتير متحورات، هل ممكن يكون مؤذي؟ هي خطورة أنه عدم التشخيص أو تأكيد التشخيص بالإصابة بالسلالة الجديدة، هي إذا بدك الخطر الكبير هو الانتشار، لأنه الأشخاص لما يفكروا حالهم مرشحين رشح عادي ما بياخذوا الاحتياطات مثل ما كنا ناخذها مزبوط، يعني أيام كورونا أنه نبتعد ومنقرب من الأشخاص لما نعديهم. العوارض إجمالا هي حرارة، رشح، وجع عزلعيم، سعلة، أوقات بتروح كمان حاسة الذوق وحاسة الشم عند بعض الأشخاص مش عند كل الأشخاص. هون بدي أرجع أركز، لأنه أوقات كتير بس نقول للمريض عملنا فحص كورونا، هالحرارة بركي من كورونا، بيقول لي بس أنا ما راحت حاسة الشم والذوق عندي. بدنا نقول إنه هيدي ما بتروح عند كل العالم، بتروح عند قسم معين من العالم، وفي المريض يبلش فيها وفيها تجي بالنص وفيها تجي بالآخر، فما فينا نتكل على هذا العارض تنفرق إذا هيدي كورونا ولا لا. قد ما كنا شاطرين، كنا أطباء وغير أطباء، ما رح نقدر نفرق إلا ما نعمل التست. والتست صار كتير هين ماجي، يعني الناس كلها صار عندها راب التست بالبيت، أو إذا مش بالبيت بتروح على أقرب فارماسية أو أقرب مختبر، والتست بيطلع بسرعة كتير. فأفضل إنه نحن نفرق بهالفترة لحتى نعرف كيف بدنا نتابع المريض وكيف نتفادى انتشار العدوى. نعم، هلا من ناحيه خطوره الالتهاب بالريه، قلت انه اكيد مع اوميكرون هالخطر اقل بكثير، بس هذا مش معناته ما انه موجود. بس اكثر شيء اللي عم نشوفه لهلا انه عم تنزل على الريه بشكل برونشيت، مش بشكل بنمونيه مثل ما كنا نشوفها قبل. نعم، شو الفرق بيناتهم دكتوره ساسين؟ يعني اذا الريه او الصدر اصيب بالبرونشيت او بنموني. ايه صح، الفرق كتير كبير. البرونشيت هو بيصيب العصبات الهوائيه الكبيره بالاساس، بيعطي عوارض مثل حراره وسعله، ولكن البنموني بتنزل على الحويصلات بيقولوا لها، يعني الاكياس الهواء اللي بيكون فيها تبادل الاكسجين، وهنيك بيصير في نوع من العمل والقيح بقلب هالجيوب هيدي او هالاكياس او هالحويصلات، وبتؤدي الى مضاعفات اكثر من البرونشيت، وخصوصا عند الاشخاص اللي هن بالفراجيل، يعني عندهم امراض مزمنه اكثر، والكبار بالعمر او البيبيات الصغار. يعني مثلا هلا كمان عم نشهد موجه من الاولاد الصغار اللي بيصابوا بالبنمونيا، وعم نضطر نفوتهم على المستشفى، يعني فبتؤدي اوقات الى هبوط بالاكسجين، الى ضعف بالنفس، ممكن يوصل المريض اذا ما تشخص بالوقت المناسب واخذ العلاج بالوقت المناسب، ممكن يصير في نوع من الشوك بالجسم، من الا سبتك شوك او الصدمه، يعني اللي بتجي من جراء هالالتهاب. فالبنموني هي شغله كثير خطره، ما لازم نتساهل فيها، ما لازم نتاخر تنشخصها،
والبنمونيه اللي بتنجد على بتنجم عن الكوفيد هي بنمونيه فيرال كمان، مثل ما كنا نشوف هالبنمونيه فيرال هيدي اللي بتجي بتاثر على الرئه وعلى النفس وعلى الاكسجين وعلى تطور وضعه للمريض. نعم دكتوره ساسين، عم نلاحظ انه متحورات يعني بعدها مستمره، يعني بعده الكوفيد موجود، في ناس يعني بس تقولي له انه روح اعمل تيست لانك عامل نوع من فلو، بركي كان عندها كوفيد بيقول لك ما في كوفيد، خلصت الكوفيد، يعني لا بعدها موجوده ولازم يعني نضل نحذر من انه تتشخص صح، هيدا اهم نقطه اليوم. صحيح، ما الكوفيد ما خلصت، الكوفيد ما راح تخلص، والكوفيد هو فيروس مثل ما شفنا بحب يتمحور، يعني هوايته انه يتمحور، فاكيد رح نشوف متحورات جديده من سنه لسنه، وان شاء الله هيك تضل المتحورات مثل ما قلنا ما تشكل خطر، يعني مثل ما كانت تشكل خطر نعم ان شاء الله انه ما يجي تحور يشكل خطر على الرويه مثل ما كان المتحور الاول يعني. نعم فلا لا الكورونا ما راح تخلص، بدنا نطمن الناس انه ما راح تخلص، راح نشهد كل سنه موجه او موجتين حسب، مثلا من فتره عملنا موجه وهلا نحن فايتين بموجه جديده. نعم دكتوره ساسين، اهميه هالنوع من يعني المتحورات او خطوره هالنوع بدي اقول، هل لازم كل سنه فاذا يكون عندنا لقاح لكوفيد لنكون عم نحمي حالنا او ما بنحمي حالنا من المتحورات؟ عفوا اللقاح هو هدفه انه يحمينا من المضاعفات اللي بتنتج عن الاصابه، او من اذا بدك حده الاصابه، او نقصر مده العوارض او نخفف حده العوارض. ما بتمنع اكيد الاصابه 100%، بتخفف الانتشار بشكل عام بالمجتمع. اللقاح الجديد موجود ولكن الاقبال على اللقاح هو كثير كثير خفيف، وطبعا نحن لانه قلنا زمان ما اخذنا لقاحات خفت مناعتنا تجاه هالفيروس هيدا او فيروس الكورونا شو ما كان المتحور، وبالتالي الاصابه والانتشار بيصيروا يكبروا اكثر. سو هدف اللقاح هو يخفف الانتشار مجتمعيا، يعني مش يخفف الاصابه على صعيد الفرد. نعم مش هيك بده يكون في اقبال اكثر على اللقاح. هلا مش الحق على العالم، يمكن الحق اذا بدك مش كمان بس بلبنان، بيقول وورلد وايد ما عم بيكون في بقى هالتضواي على اللقاح مثل ما كان قبل، ولكن اذا بدك رح يرجع يصير في ارشادات اكثر وتوصيات اكثر بخصوص اللقاح لحتى ما ينتشر بشكل كثير كبير هالفيروس بالمجتمع. نعم يعني انت دكتورة ساسين تنصحي بانه نتابع اللقاحات، واللقاح موجود بلبنان مثل ما قلتي، وهو لقاح قلتي عنه جديد سميتيه، يعني هو مختلف عن اللقاحات يلي اخذناها قبل. بدي اقول انه ماني اكيده صراحه انه موجود بلبنان، بس اللقاح موجود بالعالم. نعم. ولكن الاقبال عليه قليل لانه الارشادات كمان الطبيه منا كثير بعد اذا بدك واضحه، وما في يعني اذا بدك تركيز على هالموضوع، مثل كانه هيك اذا خلص مثل كانه زهقنا من كورونا وخلص من حياتنا عم ننساها شوي، ولكن اكيد السي دي سي رح ترجع تحط توصيات مضبوطه بخصوص هذا المجال. وبدي اقول انه بالولايات المتحده هلا عم تشهد زيادة بعدد بنسبة الاستشفاء من وراء الإصابة بالكوفيد عند أكيد فئة معينة من الناس. نعم. حتى لو هالفيروس إنه خطر، نرجع منقول إنه في أشخاص ما أخذوا اللقاح، في أشخاص عندهم أمراض مزمنة وكبار بالعمر، هدول معرضين لإنه يفوتوا على المستشفى أكثر من غيرهم. نعم يعني طبيعي. فإذا دكتورة ساسين نحن كمان هالموجة نفسها تعرضنا لنفس المضاعفات، لأنه كمان مثل ما قلتي الإقبال على اللقاح هو خفيف ضعيف، ونحن قلنا زمان يعني عم نعاني من الحجر، فمناعتنا اكيد ضعيفه، فاذا لازم تشخيص اي فلو بنحس فيه او اي نوع من الجريب قد يكون متحور لاوميكرون، وضروري انه نعمل تشيك اب مع الحكيم، لانه كل علاج يعني كل العلاجات تختلف، يعني مش هي ذاتها اذا كنا عاملين جريب عادي او عاملين بنموني او عاملين برونشيت من جراء الكوفيد 100%. يعني هلا اذا المريض طلع عامل انفلونزا مش كوفيد وعنده نفس العوارض، الانفلونزا عندنا ادويه يعني حبوب بنستعملهم للمريض كمان تنخفف حده العوارض ونقصر مده السخونه ونمنع المضاعفات عند فئه معينه من الناس. سو ايه مش يعني ما نتساهل كثير بالموضوع هلا
برجع بقول انه الصغار بالعمر ما انهم معرضين للخطوره، بس هن معرضين انه ينشروا هالفيروس لغيرهم اللي عايشين معهم. وبدي اقول انه هلا كمان مع هالموجه الجديده، الناس اللي جايين من برات لبنان، في خطر انه ينقلوها للناس اللي جايين. بتعرفي نحن بننزل، ما بننزل بالاوتيلات، بننزل عند بعضنا، صح. كل واحد جاي عند قرايبينه. سو حتى بالطيران هلا رجعوا شددوا الاجراءات بانه يحطوا الماسك بقلب الطياره، لانه في عده انواع فيروسات منهم الكورونا عم تنتشر بشكل كثير كبير. نعم. وانا وحده منهم، يعني انا كنت مسافره وانا وراجعه من السفر دغري اكلت سخنه مزبوطه، لانه كمان بالطياره ما استعملت الاجراءات، يعني بتعرفي بنقعد حد بعضنا وهيك. هلا ما طلعت كورونا. كورونا يعني دكتوره ساسين، يعني المتحور اخذتيه او كان لا بس عدوى يعني فلو؟ عفوا ما سمعت. كنت عم بسأل إذا أصبت بمتحور أوميكرون؟ لا مش متحور أوميكرون، لا عملت نوع من الجريب والسينوزيت يعني، بس مش أكثر. سلامة قلبك. فإذا يعني ما حدا يعني ممكن يقول أنه أنا محمي، لأنه نحن المرض موجود أو الفيروس موجود، ممكن ينتقل بأي طريقة. ومثل ما قلتي دكتورة ساسين، هلأ عم نستقبل مغتربين وأحبائنا الجايين بمناسبة الأعياد، فممكن كثير ينشروا هالعدوى لكبار السن أو حتى الناس المرضى بالبيت، فأبدا ما لازم نستهتر بالعوارض يلي منحسها. بشكرك على هالإضاءة دكتورة ساسين، وطبعا نلتقى الأسبوع الجاي، وبتمنى لكل المشاهدين اللي عم بيشوفونا وين ما كنتوا أنه ناخد بعض الحيطة، ويمكن ما لازم نستهتر بأي فيروس، خاصة أنه منعرف أنه نحن محاطين بكتير من الفيروسات. بعد كورونا موجودة متحورات عم تنتقل، وخاصة بالسفر، فالتشخيص يكفي لحتى نقدر نحمي حالنا.